قرارات السياح اليوم وصلنا إلى دير يوحنا المحمدان. هاي الكنيسة أيضا باسم القديس أو النبي يوحنا المحمدان اللي مذكور بكتاب القرآن الكريم النبي يحيى. البارحة زرنا الكنيسة اللي باسمه في مدينة أبوبيان. اليوم هذه الكنيسة اللي بنيت في القرون الوسطى أيضا يحمل اسم النبي يحيى. في هذا الدير موجود قبر مدفون فيه القنصر الأيمن لأصبع النبي يحيى. الدير اتعرض بالقرن الخامس إلى حريق، كانت تتكون من السقف الخشبي، وبعد الحريق وبعد إطفاء الحريق تم إعمار الدير وتم بناؤه من الحجر المقبب. كنيسة النبي يحيى أو النبي يوحنا المعمدان. النبي يوحنا المعمدان هو الذي عمد السيد المسيح في نهر الأردن.